بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب سموه عن صادق تهنيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا سموه له دوام الصحة والسعادة